ال LCD Liquid Crystal Display، لو شفنا الجملة اللي قدامنا دي وخدنا أول حرف من كل كلمة هيطلع عندنا الاختصار LCD، ودي عبارة عن شاشة العرض الكريستال. في حلقة النهاردة هناخد الـ Introduction والـ Types الخاصة بالـ LCD، وهناخد كمان الـ Pins والـ Connection الخاصة بالـ LCD. عموما الـ LCD بتتكون من Lines و Characters، زي ما انتم شايفين كده الـ LCD اللي قدامنا اهي هنلقى جواها عبارة عن مربعات الغامقة شوية دي، فوق هنلقى مجموعة من الـ Pins كهاردوير هنشرحها طبعا بالتفصيل. فبالتالي هنلاحظ هنا الـ LCD اللي قدامنا عبارة عن ايه، ادي صف وادي الصف التاني، يبقى بتتكون من Lines، يبقى ممكن اقول على الصف الواحد ده عبارة عن Line او Row، يبقى Row كصف او Line كخط، وبالتالي بتكون من خطين او صفين. كل خط او كل صف من دول بيتكون من مجموعة من المربعات، كل مربع ده اطلق عليه كاركتر، يعني كل مربع اكتب فيه كاركتر واحد او حرف واحد او يطلق عليه كولوم، يعني عندي هنا من الكولوم ده ل 16، يبقى عندي هنا لو عديت دول هنلقاهم 16 كولوم في الصف الواحد، وعندي كمان صفين. فدايما الـ LCD بتتكتب بعدد الصفوف وعدد من الكولومز او عدد الكاركترز. خلي بالك في فرق عندي في الكولومز والكاركترز بناء على المايكرو كنترول اللي هستخدمه. لو انت هتستخدم البيك او الاي في ار على المايكرو سي الترتيب بيختلف، لو انت بتستخدم الـ LCD مع الاردوينو في السوفت وير بيختلف. ايه معنى الكلام ده؟ قلنا عباره عن صفين في 16 عمود، هل ده بيختلف؟ لا مش بيختلف، يبقى عندي 2 رو و16 كولوم، بس الترتيب بتاعهم بيختلف. يعني ممكن اقول عندي 16 كولوم ابدا من 1 لغايه 16، ده في الصف الاول، من 1 ل 16 في الصف الثاني، تمام. او ممكن اقول الترقيم بالنسبه للصف الاول يبدا من 0 ل 15، من 0 ل 15 دي معناها 16 كاركتر، او اروح للصف الثاني يبقى من 0 ل 15، ده بالنسبه لمين؟ للكاركترز. اما بالنسبه للرو ممكن اقول ده الرو الاول وده الرو الثاني، او ممكن اقول ده الرو 0 وده الرو 1، هل ده بيفرق؟ اه زي ما قلنا، يبقى لو انت هتستخدم الاردوينو اي دي اي هبدا العد من 0، يبقى اقول ده الكولوم 0 لغايه الكولوم 15، ده في الصف الاول، الصف الاول هرمز له ب 0 او هبدا العد من 0. طب الصف الثاني هيبقى 1. طب لو عايز اكتب هنا في الحته دي يبقى اقول له في العمود 0 الصف الاول، الصف الاول دي مش معناها الصف الاول، دي معناها الصف الثاني في الترتيب بس تتكتب في البرمجه رقم 1. طيب لو انت هتشتغل مع المايكرو سي سواء بتبرمج بيك او اي في ار او اي نوع من المايكرو كنترولر على المايكرو سي عموما، ها العد يبدا من 1، يبقى هنا اقول ده كولوم 1 لكولوم 16، وده عباره عن الصف الاول رقم 1 وده الصف الثاني رقم 2. الترتيب ده مهم طبعا. هل في انواع مختلفة؟ اه قلنا ان الـ LCD عندنا مديول عبارة عن number of lines و number of characters، قلنا اللاينز يطلق عليها رو والكاركتر ممكن يطلق عليها كولوم. هل هو في نوع 2 في 16 بس اللي انا شرحته في السلايد اللي فات ولا في انواع تانية؟ لا في انواع تانية، زي مثلا 1 في 8 زي ما انت شايف هنا، ده عبارة عن صف 1 في 8 كاركتر في 8 حروف، ده عبارة عن 2 في 8 يعني صفين كل صف فيهم عبارة عن 8 كاركتر، ده عباره عن 2 في 16 معناها صفين كل صف فيه 16 كاركتر، وهكذا مع الباقي. طب تعال ناخد بالتفصيل جوه الكاركتر نفسه، يبقى اتش كاركتر كونسيست اوف 5 في 8 او 5 في 11 بيكسل او دوت ماتريكس. ال LCD قلنا عباره عن مربعات، المربع ده يطلق عليه كولوم او كاركتر. الكولوم او الكاركتر نفسه لو دققنا عليه هنلقى في الكاركتر او في الكولوم الواحد ده نقدر نكتب كاركتر، يا اما كتكست يا اما كحرف او رقم او كاستم كاركتر عندك كشكل انت ممكن تكتبه شخص بيضحك ايا كان الشكل. العمود ده او المربع ده لو انا زومت هنا، بص كده حرف الدي هنا مكتوب في المربع ده، لو انا زومت بص كده ادي حرف الدي في المربع، شايف المربع اهو. المربع الواحد ده عباره عن دوت ماتريكس او يطلق عليها بيكسلز، ده عباره هنعد كده هنلاقيه خمس مربعات اهو في 8، يبقى اقول 5 في 8 دي بالنسبه للنوع الاول، او تبقى 5 في 11، 5 في 11 بتبقى اوضح طبعا. خلي بالك ده بالنسبه للمربع، هتلاقي فيه مسافات بين كل مربع والتاني، بص كده المربع الاول للمربع الثاني هتلاقي فيه مسافات، ده عشان النوع ده اسمه كاركتر LCD، كاركتر LCD، ودي المسافه بالمربعات اهي، الدي والاي هتلاقي فيه مسافه هنا، ده الكلام اللي احنا قلناه. طب نروح هنا كده لحرف ال المكتوب على ال LCD، لو زومنا عليه كده هنلقى بص كده عندك المربع اهو، لو احنا زومنا هنلقى خمس مربعات في كام؟ في 8، عشان يكتب حرف ال اه بينور دي ودي ودي وينور دول، يبقى كده هو كتب ال والباقيين ما يبقوش منورين. خلي بالك هنا كلمه بينور يعني بتبقى باللون الاسود،
اما الخلفيه بتبقى بالاخضر ان كان اللون. هنا تلقى الحرف ابيض والخلفيه زرق. يهمني بس ان الدوت ماتريكس اللي بينورها في المربع الواحد دي هي اللي بتمثل الحرف عندي. ده بالنسبه لطريقه الشغل بتاعها. ايه هي التايبس بتاعت ال سي دي؟ اول نوع اسمه كاركتر ال سي دي، بيطلق عليه ال سي دي بس كده. وطبعا ده زي ما قلنا انواعه كتير قوي. لو دخلنا احنا على النت عندنا وكتبنا في السيرش كاركتر ال سي دي او ال سي دي فقط، هيطلع لنا مئات الانواع المختلفه في الاشكال والحجم وانواع كتير جدا. لو رحنا للنوع الثاني اللي هو الجرافيكال ال سي دي، يطلق عليه جي ال سي دي، وطبعا دي انواعها كتير جدا. بص كده، دي يطلق عليها 122 في 32 دوتس. ايه دوتس دي؟ دوتس ماتريكس، بمعنى بيكسل، بمعنى ان ما فيش مسافات. هنا بص كده، الزد والواي هنا في مسافه ما بينهم. لو رجعنا للسلايد اللي فات هنلاقي قلنا ان المربعات كان في مسافات ما بينها. لا، هو شال المسافات دي وشال كل حاجه وخلى الدوت ماتريكس ماليه الشاشه كلها عشان تقدر ترسم عليها اشارات. شايف الرسمه دي؟ ما فيش اي تقطيع فيها. وادي رسومات هنا زي شاشه الكمبيوتر او شاشه اللابتوب عندك، فتبقى عباره عن جرافيكال ال سي دي عشان اعرض عليها رسومات. ودي بيتم الرمز ليها بالدوتس، يقول لك 122 في 32 دوت. يعني عندي 122 دوت في هنا في الخط الافقي و32 دوت خط راسي. طبعا انا لو دخلت على النت عندي وكتبت في السيرش جرافيكال ال سي دي او جي ال سي دي، هيظهر لي مئات الانواع باشكال واحجام مختلفه طبقا للدوت بتاعتها. لو رحنا للال سي دي بن اساينمنت، طبعا هنلاقي عندنا هنا من فوق 16 بن، 16 بن خاصين بتوصيله الال سي دي. هنشرح التوصيله بالتفصيل. اول حاجه عندنا هنعد من على الشمال، ده رقم واحد. رقم واحد دي عباره عن ال في اس اس، ده السيمبل بتاعها، ودي وظيفتها عباره عن الجراوند بتاع ال سي دي، وطبعا بوصلها ب 0 فولت. فاجي هنا بوصلها ب 0 فولت زي ما انتم شايفين في الدايره. هنروح للبن رقم 2. البن رقم 2 يطلق عليها ال في دي دي او في سي سي. ال في دي دي او ال في سي سي هي التغذيه، يطلق عليها بوزيتيف سبلاي، وبوصلها بال 5 فولت. واروح البن دي بوصلها بايه؟ بال 5 فولت زي ما انت شايف كده. ايه لازمه الاثنين بن دول؟ ال سي دي داخليا عليها بروسيسور او مايكرو كنترولر صغير جدا بيأدي وظائف محدوده. المايكرو كنترولر الصغير جدا ده بيحتاج لتغذيه اللي هي ال 5 فولت والارضي. ده بالنسبه للتغذيه اللي هو بن رقم 1 و2. اوكي، نكمل. بن 3 دي اللي هنا دي او هنا، يطلق عليها في اي او في او ايا كان المسمى، يطلق عليها في اي او في او. ده خاصه بالكونتراست. الكونتراست عندي معناها ان انا بظبط شده وضوح الحرف مع الخلفيه. تاني، بظبط شده وضوح الحرف عندي مع الخلفيه. يبقى انا عايز الحرف بالنسبه للخلفيه واضح جدا، متوسط، باهت، ايا كان. طيب دي بوصلها بايه؟ بوصلها بمقاومه متغيره. ازاي؟ بجيب مقاومه متغيره 5 كيلو، 10 كيلو، 1 كيلو، ايا كان قيمتها. عندي المقاومه المتغيره ثلاث اطراف، الطرف الاول بوصله بال 5 فولت، الطرف الاخير بوصله بالارضي، الطرف اللي في النص ده بوصله بالبن دي. وبالتالي لما انا اغير في المقاومه المتغيره هنا هحصل على فولت متغير داخل على البن دي. هبتدي اظبط فيها، اظبط لغايه ما احصل على شدة وضوح للحرف مناسبة مع الخلفية. يبقى كده اغير فيها لغاية ما احصل على شدة وضوح مناسبة للحرف مع الخلفية. بيننا رقم 4 دي اسمها ار اس، رقم 4 اسمها ار اس، ريجستر سيلكت. تعال نشوف وظيفتها الاول قبل ما نبتدي نوصلها كهاردوير. الار اس دي الريجستر سيلكت عندي لو كانت قيمتها 1 1، يبقى انا ببعت ال سي دي كاركترز. وخلي بالك كلمة كاركترز هنا معناها حروف او ارقام او كاستم كاركتر عادي. اي كاركتر سواء كان رقم او حرف ببعته للال سي دي. ده لو خليت الار اس بكام؟ بواحد. ايه معنى الكلام ده؟ بص كده، ال سي دي عندي اهي فاضي. انا لو ال سي دي دي بعت كلمه هلو ليها عشان اكتبها على الشاشه او اعمل برنت للشاشه بكلمه هلو، فلازم اخلي الار اس بواحد. او عندي ال سي دي هنا مكتوب عليها كلمه هلو، عايز ابعت لها كلمه كمان جنبها انجينير مثلا، يبقى ارجع تاني اخلي الار اس بكام؟ بواحد. يبقى عشان ابعت كلمه انجينيرز هنا لازم اخلي الار اس بواحد. يبقى وقتها انا ببعت ايه؟ حروف وارقام للال سي دي. اما الار اس دي لو بقيت بزيرو معناها ببعت كوماند للمين؟ للشاشه. ببعت اوامر، بدي للشاشه امر. الاوامر متمثله في ايه؟ عايز اعمل شيفت ليفت للحروف، شيفت رايت للحروف، عايز اعمل كلير للشاشه، كلير مسح للشاشه، ده امر مش داتا. هقول له امسح الشاشه، ده امر. اعمل شيفت ليفت، ده امر. فاهمين الفكرة؟ أو إن أنا أعمل كورسر ريتيرن عندي، ده معناه أمر، أو ممكن عندي الكورسر بالشكل ده. فأنا لما أخلي الـ RS بزيرو
انا كده خلي بالك الكلام مكتوب اهو، عملت كلير. عشان اعمل كلير اخلي الار اس بزيرو، ده معناه ان انا بدي امر للشاشه، بعمل مسح للشاشه. مثال تاني، لو انا عندي كلمه هلو انجينيرز بالشكل ده، خلي بالك الكورسر ظاهر هنا، شايف الكورسر؟ كورسر ظاهر. فانا لو اديت الشاشه امر اخلي الار اس بزيرو، فبقول له الامر هنا ان انا عايز اشيل الكورسر، بقول له اخفي الكورسر، انا عايز اخفي الكورسر من على الشاشه. كده انا عملت ايه؟ بعت او ارسلت للشاشه اوامر. يبقى لازم مضطر الار اس تبقى بزيرو. طب هل في الكود هقعد اخلي الار اس مره بزيرو لو هبعت اوامر، او الار اس بواحد لما هبعت كاركترز؟ لا طبعا، الفكره كلها ان في مكتبات جاهزه بتوفر عليك، لكن لو انت محترف وعايز تعمل درايف بنفسك لازم تبقى فاهم وظيفه كل بن. يبقى ادي المايكرو كنترولر عندنا، اخد البن دي اوصلها بالمايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر مباشره هو اللي هيقوم بالوظيفه عن طريق المكتبه. يبقى الار اس هو الريجستر سيلكت، هتخلي الار اس بزيرو معناه ان انت بتبعت اوامر، لو الار اس عندك بقت بواحد يبقى انت بتبعت كاركترز. نروح للبن الثانيه، البن اللي بعد كده اللي هي رقم 5. بن رقم 5 يطلق عليها ريد رايت، ار دبليو ريد رايت، دي وظيفتها تعمل ريد ورايت للشاشه ومن الشاشه. بمعنى انا عندي المايكرو كنترولر عايز ابعت داتا واوامر للال سي دي، يبقى انا بعمل رايت، بكتب على الشاشه او بعمل برنت على الشاشه رايت. اما لو في حروف على الشاشه او في جمل على الشاشه عايز اقراها، يبقى انا كده هعمل ريد. مين اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ البن رقم 5 اللي اسمها ريد رايت. وبالتالي بن رقم 5 لما اخليها زيرو يعني هعمل رايت على الشاشه، يبقى هبعت داتا ككاركتر واوامر من المايكرو كنترولر للشاشه، خلاص يبقى هعمل رايت. طب لو الريد رايت البن دي خليتها بواحد، يبقى انا بعمل ريد من الشاشه، اقرا الحروف اللي على الشاشه. طب انا خلال الكورس بتاعتي هعمل قراءه للشاشه؟ لا مش هقرا، دايما انا هطبع الشاشه، دايما خلي بالك هطبع الشاشه. كلمه هطبع الشاشه يبقى اخلي البن دي بزيرو عشان اعمل رايت، يبقى اخلي البن دي اوصلها بزيرو بره كده اهو بزيرو هنا، مش هوصلها بالمايكرو كنترولر عشان دائما انا هعمل عمليه رايت عشان اوفر في البنز اللي واصله بالمايكرو كنترولر. البن اللي بعد كده هي رقم 6 اسمها الانيبل. يبقى 6 هي الانيبل. دي بتعمل ايه؟ مش انا لسه قايل لك ان انت بتعمل ريدنج او رايتنج للكلام؟ يبقى انا عشان اعمل ستارتنج ترانسفير الداتا والكوماند عندي بتوين المايكرو كنترولر ال سي دي، لو انت هتعمل رايتنج يبقى بيعمل رايتنج في حاله ان البن دي اتغيرت من هاي للو. لو انت بتعمل ريدنج يبقى في اثناء التغير بتاع البن دي من لو لهاي. طب هل يا باشمهندس هيفرق ده معايا ان انا افهمها كويس في البرمجه عشان اعرف ابرمج؟ لا طبعا خالص، في مكتبه جاهزه بتوفر عليك طبعا، مش هتحتاج الكلام ده. بكرر تاني، لو انت محترف وعايز تعمل درايف لازم تفهم وظيفه البن دي عشان اقدر ابرمج. يبقى انا اوصلها بايه؟ يبقى طول ما دي انيبل مره تبقى زيرو مره تبقى بواحد وانا مش عارف، يبقى اوصلها بالمايكرو كنترولر والمكتبه هتقوم بشغلها. البن اللي بعد كده اللي هي من 7 ل 14، يبقى البن اللي بعد كده من 7 ل 14 دي خاصه بالداتا بنز. يبقى من دي 0 لدي 7، دي 0 لدي 7 هنا يطلق عليها دي 0 لدي 7، رقمها من 7 ل 14 على ال سي دي، يطلق عليها داتا بيتس او داتا بنز. دي خاصه بارسال الداتا من المايكرو كنترولر للال سي دي او العكس. طب اعمل ايه؟ في اتنين مود، المود الاول اللي هو ال 8 بت، المود الثاني اللي هو ال 4 بت. اي كاركتر بيتم تخزينه على المايكرو كنترولر بيتخزن في 8 بت. فانا عايز ابعت كاركتر من المايكرو كنترولر للال سي دي، فالكاركتر ده عباره عن كام؟ 8 بت، فهبعته للال سي دي على هيئه 8 بت، يبقى محتاج كام خط عشان ابعته؟ يبقى 8 خطوط. يبقى انا اجي من رقم 7 ل 14 اوصلهم كلهم بالمايكرو كنترولر، يبقى المايكرو كنترولر هيبعت الحرف اللي هو عباره عن 8 بت في مره واحده. ده اسمه نمط 8 بت، طبعا ده هيبقى سريع جدا، بس ان هو مشكلته ان هيستهلك بنات كتير من المايكرو كنترولر. نروح للنمط الثاني، النمط الثاني اللي هو ال 4 بت. ال 4 بت هتقول يا باشمهندس ده الكاركتر عباره عن 8 بت، يبقى اروح انا ابعت الكاركتر اللي هو 8 بت على مرتين، كل مره عباره عن 4 بت. يبقى اروح كده اوصل ال 4 بت اللي هو من دي 4 لدي 7، دي 4 لدي 7 بالمايكرو كنترولر، ومن دي 0 لدي 3 بالارضي، يبقى كده انا شغال على نمط كام؟ 4 بت. طب يا باشمهندس الكاركتر هيتبعت على كم مره؟ على مرتين. اي كاركتر في المايكرو كنترولر بيتم تخزينه على هيئه 8 بت هيتم ارساله للال سي دي على مرتين، هيبقى ابطا. لا طبعا انت مش هتلاحظ السرعه هنا لان الكريستاله هتبقى سريعه جدا، مش هلاحظها بعيني اطلاقا. نروح للبن رقم 15، البن 15 هي عباره عن الانود،
ودي بتتوصل بال 5 فولت زي ما انتم شايفين، يبقى 15 عباره عن الانود بتوصل بال 5 فولت، 16 يطلق عليها كي او سي، دي عباره عن الكاثود، ودي تتوصل ب 0 فولت لكن عن طريق مقاومه 330، يبقى 330 للارضي عندي. ايه فايده ال 5 فولت والارض هنا مش متوصلين في الاول؟ هقول لك لا، الاثنين دول خاصين باضاءه خلفيه الشاشه، شايف هنا الشاشه بتاعت الخلفيه منوره، يبقى دول خاصين باضاءه خلفيه الشاشه، لازم اوصلهم طبعا. وبالتالي ده التوصيل عندي على البروتس عشان انا هستخدم البروتس كتير. ادي اول بن اهي على الارضي، البن رقم 2 على التغذيه 5 فولت، البن رقم 3 على الطرف الثالث بتاع المقاومه المتغيره، الار اس للمايكرو كنترولر، انيبل للمايكرو كنترولر، من دي 4 لدي 7 للمايكرو كنترولر، يبقى عندي 6 بن هيتوصلوا للمايكرو كنترولر سواء اردوينو او بيك، فده حاجه اساسيه 6 بن. تمام، لو رجعنا للسلايد اللي فات اهو بص كده، كان بن هنا 6، ادي 4 وادي 2، دول واصلين بالمايكرو كنترولر، دول اساسيين. والباقيين، الباقيين اللي هو الريد رايت هوصلها بالارض عشان انا اعمل عمليه رايت بس، ومن دي 0 لدي 3 دي هتتوصل عندي بالارض زي ما انت شايف. ادي الرسمه برده بتاعتي بالمايكرو كنترولر عندي، وطبعا هنا ادي 14 15 و16 مستقلين، في بعض انواع ال سي دي 15 و16 مفصوله على جنب، ادي 15 و16، ادي الانود بتوصل ب 330 لل 5 فولت، والكاثود بالارضي اللي هي دي بين 15 و16. ودي كانت حلقه النهارده، لو عندكم اي اسئله استفسارات سيبوها لنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش السبسكرايب واللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.